التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وانطلاقاتنا مستمره من ارضيه ميدان الشحانيه ميدان التحدي لسباقات الجنه العربيه الاصيله في ثاني ايام السباق المحلي الثالث ينطلق شوطنا الثالث عشر الخاص بالحقائق الابكار مباشره نسير معادي الشعارات والاسماء المميزه الحاضره والمنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع البداية والمركز الأول شعار الزعبي من يقدم لنا رنوة هنا مع البداية علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا تحديات مميزة والجميلة بينما نتابع وناخذ المركز الثاني وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام شعار بن قطامي من يقدم لنا انطلاقة بوابة مسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي المري بينما الوصول والتقدم من شعار سلمان بن حمد البريدي مقدما لنا انطلاقة عقوبة عبد الله بن حمد بن جابر البريدي المري من يتقدم في هذا المسار بينما الوصول من شعار المريخي قادم في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا متابعين الكرام هناك التقدم والوصول في هذه اللحظات اللي قادم هنا سيرة ناصر بن محمد بن ناصر المري ولكن ايضا الدخول في هذه اللحظات من قبل اللي واصله مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام شعار المريخي اللي قادم هنا مع همس محمد بن خميس بن عويض المريخي هكذا هي الاسماء المتقدمه الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام ولكن عوده مع البدايه عوده مع رنوه من تقود الاسماء تقود التحديات المميزه والجميله بشعار علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا تحدياته المميزه والجميله شعار مخوف هنا الحاضر بتحديات المميزة نتابع المركز الثاني قدوم ووصول بعد هذه التحديات مشاهدينا الكرام اللي قادمه هنا ايضا وصول من سيره ناصر بن محمد بن ناصر المري بينما الوصول شوف اللي قادمه في هذا المسار وصلت هنا سيوف ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري يصل ايضا بتحديات المميزه والجميله بينما تقدم الوصول من بوابه مسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي المري قادم ايضا في هذا المسار المميز والجميل شعر ايضا بالاشعيل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل يقدم لنا فن سعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد قادم في هذا المسار لكن العوده مع شعار الزعبي من يقدم لنا رنوه هنا مع البدايه مع المركز الاول الله يا سلام علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا رنوه مع البدايه مع المركز الاول بينما الخطر قادم هنا مع سيوف ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري قادم بتحديات مميزه والجميله مع المركز الثاني المركز الثالث بن قطامي من يقدم ايضا تحديات بوابه المركز الرابع هنا اللي قادمه في هذا المسار مشاهدينا الكرام واصل فن سعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد بن شعيب قادم مع المركز الخامس لكن العوده مع رنوه 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 مع البدايه الله يا سلام الزعبي من يقدم لنا تحدياته المميزه والجميله هناك مع البدايه علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا انطلاقه رنوه مع المركز الاول بينما بالحول قادم مقدما لنا سيوف ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري ولكن خلاص الشوط مع رنوه الشوط مع الزعبي مخوف من يقدم لنا تحديات رنوه تحمل الرقم واحد وهي في المركز الاول سلام على هذا الاداء المميز والجميل اللي قدمه رنوه والعرض الرائع والجميل تهانينا والناموس لعلي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي مخوف من يقدم لنا رنوه سلام وتحيه واحترام لهذا الشعار وإلى رنوة على هذا الأداء المميز تهانينا ومشكور على هذا الأداء المميز والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام تحطم التوقيت الزمني مع رنوة مشكور مخوف على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه أيضا مع هذا الانطلاق المميز علي بن راشد بن عبد الله بن راشد الزعبي تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت سيوف ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري المركز الثالث. المركز الثالث وصلت بوابه مسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطام المري والمركز الرابع. المركز الرابع كان قدوم من الفايز سالم بن عامر بن راشد المدهوشي والمركز الخامس. المركز الخامس وصلت الهلاليه راشد بن حمد بن راشد العوير المريزيق هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت رنوه
لتقدم لنا العرض المميز والجميل. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. والتوقيت الزمني يتحطم مع رنوى. مشاهدينا الكرام، اول مشاركه رسميه مشاهدينا الكرام، مشكور على هذا الاداء المميز يا مخوف. 4 دقائق 26 ثانية 26 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام، لم تضغط عمل هزيمه. نعم، مشكور على هذا الاداء المميز. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق المميز، كان الوصول ايضا من سيوف. توقيت هزمنا 4 دقائق 30 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن سعيد بن عبد الحوال المري. المركز الثالث كان القدوم والوصول مشاهدينا المتابعين الكرام من شعار بن قطاميم. قدم لنا ايضا انطلاقة بوابة 4 دقائق 33 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي.